هل تصح صلاة المرأة في الملابس الضيقة مع خروج شيء من شعر رأسها، وكذلك الحلي واليدين إذا كانت ليست بحضرة الرجال الأجانب؟ وهل أحسن أن تلبس المرأة العباءة في الصلاة؟ المرأة عليها التستر في الصلاة، يعني عليها أن تستر نفسها في الصلاة ما عدا الوجه، عليها أن يكون لها جلباب أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر ولو في بيتها ولو ما عندها أحد. يجب عليها تستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة حائض لا بخمار، والحاجة يعني بالغة لا تقصر صلاتها إلا بخمار، يعني ساتر، فلا بد من ستر شعرها كله وبدنها كله في الصلاة حتى أقدام تسترها، أما بالشراب الجوارب أو بثوب الساتر المرتخي يستر قدميها، أما كفان اختلف العلماء فيهما، فإن سترت الكفين فهو أحوط، وإن كشفتهما أجزأت الصلاة إن شاء الله، لكن ستر الكفين أفضل وأحوط ولا يبقى إلا وجه الشكل، وجهها تكشفه الصلاة. كما عندها أجانب، ما عندها أجنبي، ما عندها النساء أو زوجها، صلي مكشوفة الوجه، لكن الشعر وجميع البدن يستر، والقدمين ما عدا كفين فأمرهما أوسع، إن سترتهما بحسن وإن كشفتهما مع الوجه فالأمر فيه واسع.